صراحة هذا العام ميسة كما كيقولوا حبوا تبن والله العلي العظيم وغنفتقدوا كاكي بزاف ما بغاش طلبناه وما بغاش ولكن ان شاء الله باقينا كاس العرش سي بيكو بغا يتعاود عاوتاني بوكان غنضربوها في جوج عاوتاني ان شاء الله وبرافو للعابة وبرافو لكاكي وبرافو سعيد ناصري اللي ما كيهضرش ماشي بحال شي وحدين اللي كيهضروا كيهضروا ولكن هذا كيخدم في الصمت وبرافو دي في فويداد وبرافو للعابة كلهم ومبروك عواش للجميع المجموعة الودادية وحنا كما كيقولوا فاميليا توجور شكرا خويا الله يعزك بكان ان شاء الله انا بحون ان شاء الله بحول الله بكان زقلي سابا رشيد الوداد ما كتعرف شنو هو الزقيل ان شاء الله الوداد غضربها في كاس العرش وفي السيبو كوب ما يخلوناش نخيموا على خاطرنا مازال صاحبي هذاك اللي قال لهم باقي الجوع الجوع كاين مشكله ما غاديش نخيموا هذا العام ديما وداد شكرا خويا الله يعزك ساعه سعيده اليوم الفرحه ديالنا لا توصف الحمد لله من بعد واحد المقابله اللي كانت يعني مقابله صعبه بالنظر للجو اللي هو يعني الحراره مرتفعه وهذا العامل هذا هو اللي اثر على المقابله وخلاها تمشي حتى لضربات الترجيح وبالنسبه للطاقم الوداد ولا اللاعبين كنشكرهم هذا المنبر من مدينه فاس ورغم الاجواء الحاره ويعني ورغم التعب ديال الموسم الذي كان شاق وكان حافل بالالقاب الحمد لله وكنطمعوا ان شاء الله في كاس العرش وكنطمعوا في السوبر ان شاء الله من مدينه فاس وتحيه خالصه لجمهور مدينه فاس اللي جمهور يعني المدينه العلميه بكل جداره واستحقاق شكرا جزيلا وان شاء الله الكاس لابؤاس الاطلس ان شاء الله ان شاء الله بحول الله وديما وداد شكرا جزيلا للصحافه اللي بذلت مجهود كبير سير سير سير